وهي احلى كاسه شاي لاحلى زعيم بحوالي الشام. اسلموا. الله يسلمك يا زعيم. بيني وبينك امور زعيم، اخوك زينو بده 20 سنه ليعمل مثل الشاي بلوكروك عجل. الله يجبر بخاطرك يا زعيم، دائما انت بتجبر بخاطري. الله يجبرنا بخاطرك ويخلينا اياك. اللي يا خلو سمرا، ناقصك شيء؟ بدك شيء؟ الحمد لله رب العالمين، الله طابرنا بفضله. ومالك علي يمين يا زعيم، العيال فرحوا كوميات كوميات برجعتكم بالسلامة. الله يبارك فيكم جميعا. الله يخلينا اياك. وبيني وبينك زعيم، تفضل. على قولة العيال يعني، لو مراد اغا بعده عايش هو ولمعات خانهم، كنا قلنا ما في غيرهم ورا خطيفتك. اي نعم. ايوه. بس انت بتعرف زعيم انه مراد اغا دفناه بايدينا، ولمعات خانهم قالوا انه انعدمت بالسجن. بس شو بيعرفنا انه تكون هاللعينه ضحكانه على الامم مثل عوايده ومنفذي حالها من حكم الاعدام. شو قصدك ابو سمرة؟ قصدي انه هي لعينه وبنت حرام ولا يؤتمن جانبها يا زعيم. شنو لهلا ما نعرف لا ايمت انعدمت ولا وين اندفنت زعيم. كلام ابو سمرة فيه وجهة نظر، وهذا اللي شاغلني ومحيرني واللي لازم اتاكد منه.